يكون هذا آخر فيديو أصوره في هذه الطائرة بعد أن صحت ضمائرنا في هذه الطوائر ويريد نفينا ولا ندري أين نتجه بالضبط. وأقول لوكلاء إيران في سوريا واليمن ولبنان والعراق، أنتم تبيعون الوهم وتتاجرون بالقضية، مجرد أدوات يستخدموننا أعداء الأمة. صحت ضمائرنا وصرحنا الخامنائي ظنا منا بأنه سينصفنا، ولكنه الآن أرسلنا في هذه الطوائر ويريد نفينا ولا ندري أين نتجه بالضبط. وأقول لوكلاء إيران في سوريا واليمن